السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساء العناب على كل الأحباب. شباب سنة تانية، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بخير. النهارده موديول جديد وان شاء الله يكون علينا وعليكم سعيد. موديول السي ان اس او سنترال نيرفس سيستم، وفخامة الاسم تكفي، اسمه يخض بصراحة. بس بيني وبينك يعني بالنسبة لي الجي اي تي اتقل بكتير جدا من السي ان اس. ليه؟ المثل بيقول اللي بتعرف ديته بتقتله، صح؟ فانا بقول لك ان السي ان اس ديته اكبر حاجه فيه هم ثلاث مواد. ذاكرت الثلاث مواد دول الدنيا معاك مظبوطه، باقي المواد كلها رفاهية. يعني الثلاث مواد طبعا حضرتك عارفهم، فيسيولوجي واناتومي وفارماكولوجي، دول اكبر ثلاث مواد في هذا الموديول. الباقي والله كل ماده تخلص في قاعده وكوبايه شاي، تمام؟ انما الجي اي تي كان اتقل، كان موديول كبير، موديول مجعص، موديول رخم، كل المواد اللي فيه كبيره، ده البره اكبر ماده، تمام؟ نسمي الله بقى ونصلي على النبي ونشوف فرمتنا في السي ان اس بتتكلم عن ايه. فرمتنا في السي ان اس كميتها يعني زي كميه الفارما بتاعت الكارديو، زي كميه الفارما بتاعت الكارديو، اقل منها سيكا يعتبر. المهم خلينا بس مركزين مع بعض. المفروض فرمه السي ان اس، استنى شويه على ما بتاع الفسيولوجي يدوس شويه في المنهج عشان تكون فاهم معايا. بس زي ما احنا متعودين ان شاء الله هنشرح مع بعض الفسيولوجي في الاول، ثم شويه باثولوجي، ثم نخش بالفارما بتاعتنا. اول مذكره هي اهم مذكره معانا. اول مذكره يا شباب حضرتك فرحان قوي ان هي 10 صفح ولكن فيها جدولين كبار، الجدولين دول ياخدوا مننا فيديوهين او فيديوهين ونص بالكتير. طيب هنتكلم النهارده عن ايه؟ وهنتكلم في المذكره الاولى عن ايه؟ قول لي مواضيعها يا دكتور. المذكره الاولى هناخد فيها موضوعين بس، كل موضوع قد كده، وخصوصا الموضوع الاولاني. موضوع يا شباب بعنوان حاجه اسمها ناركوتيك انالجيزكس، مسكنات الام من نوع خاص كده اللي هو المورفين والهيروين واخواته، وهنعيش، تمام؟ والترامادول بقى هنعيش. دول اول موضوع هندرسهم بقى بالتفصيل، وازاي نعالج حالات الادمان، وازاي نعالج حاله الاكيوت توكسيسيتي او التسمم منهم لما واحد بيخش بجرعه زي ده. طيب خلصنا اول موضوع، هنخش على تاني موضوع، مجموعه بنقول عليها مهدئات منومات مطمئنات. مجموعه المهدئات لو حضرتك متعصب، مجموعه المنومات لو حضرتك عندك ارق وعايز منوم ينومك من غير ما يعمل لك اعراض جانبيه، اخد ايه؟ ومجموعه مطمئنات لو حضرتك مثلا رايح مقابله او داخل امتحان وبتتوتر وما بتعرفش تتصرف، ايه هي الادويه اللي ممكن حضرتك ايه تاخدها؟ طيب موضوعين كبار، موضوعين مهمين جدا 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 في الامتحان، سواء النرجوتيك انالجيزيك او السيداتيف ايه هيبنوتيك انكزوليتيك. المهم خلصنا المذكره الاولى، هنخش في المذكره الثانيه والثالثه، مواضيع متفرقه كده يا شباب. ان شاء الله كل موضوع هو عباره عن فيديو، فيديوهات السي ان اس هتطول، تمام؟ عشان نبقى متفقين كده في الاول. سم الله وصلى على النبي ويلا بينا نبدا. موضوع اسمه ناركوتيك انالجيزكس. طيب قبل ما ابدا يعني ايه ناركوتيك انالجيزك، تعالى اقول لك ان الانالجيزكس او مسكنات الالام يا شباب، كلمه الجيا باللاتيني يعني بين، فان الجيا او ان الجيزيا يعني مسكن للالام، تمام؟ طيب مسكنات الالام يا شباب بنقسمها الى نوعين كبار، نوع بنسميه ناركوتيك انالجيزك ونوع بنسميه انتي بايريتيك انالجيزك. بيني وبينك الناركوتيك انالجيزك هي التي تم اكتشافها في الاول. ليه؟ لانها بتيجي من نباتات طبيعيه. في نبات كده يا شباب بيتزرع اسمه الافيون، صح؟ الاوبيوم، الافيون، نبات اسمه بابافار سومينيفرا. المهم يعني هشرح لك قصته كمان شويه، بس انا بقول لك ان احنا اللي اكتشفناهم في الاول يا شباب الناركوتيك انالجيزكس دول. ليه؟ لان هم كانوا جايين من نباتات طبيعيه، واول البحث عن علاج كان عن طريق الايه؟ النباتات. بنروح نجيب ورق شجره معرفش ايه، او ورق نبات مش عارف ايه، تمام؟ فانا بقول لك الناركوتيك هم التي تم اكتشافهم في الاول، كانوا هم اللي شايعين استخدامهم، وكانوا بيعملوا شويه انبساط كده وبيؤدي الى ادمان. هنعرف الكلام ده. طيب بعد كده، بعد تطور علم الكيمياء، بدأنا ان احنا نركب الاسيتيك اسيد مع الساليسيليك اسيد عشان نخترع مركب اسمه اسيتايل ساليسيليك اسيد، الا وهو الاسبرين. الاسبرين كمسكن هو الاب الروحي بتاع النوع الثاني من المسكنات اللي اسمه انتي بايريتيك انالجيزيك. فانا عندي نوعين من المسكنات،
ناركوتيك انالجيزيك وانتي بايريتيك انالجيزيك. عشان نفهم ايه الكلام اللي مكتوب تحتهم، انا هقول لك ان الناركوتيك انالجيزيك عاملهم معامله المورفين. اشهر مثال ليهم هو مين؟ المورفين. والانتي بايريتيك انالجيزيك عاملهم معامله الاسبرين بقى او البنادول او اي حاجه من اللي حضرتك عارفها كومون دي. تمام؟ طيب المورفين يا شباب، واحد واخد مورفين لو اخد جرعه كبيره شويه من المورفين، الراجل ده هيحصل له سيفير انهيبيشن في السي ان اس بطرق لسه هنعرفها. هيحصل له سيفير انهيبيشن في السي ان اس في الراجل ده لما يجي يمشي، بيمشي الدرانكن جيت اللي هي مشيه المخمور، عنده دراوزنس وعنده سيديشن، وبيمشي اللي هو ايه خمران مداريان ماشي عمال يتطوح، او الشارع اللي وراه قدامه والكلام على طرف لسانه بيجي يتكلم بيتلخبط، صح؟ فدي كلها اعراض هنتكلم عنها ان شاء الله بالتفصيل الممل بقى واحنا بنشرح الايه المورفين. يبقى مع اللارج دوز بيحصل دراوزنس وسيديشن. تمام؟ طيب مع البرولونج ديوز يا شباب، مع الاستخدام المستمر للمورفين او اخواته، واحد اخذ النهارده حقنه مورفين، بكره حقنه مورفين، فضل اسبوع ياخد المورفين باستمرار يا شباب، هينفع يبطل مورفين؟ قال لك لا، ده الراجل ده اتصنف ان هو مدمن مورفين، جسمه ادمن المورفين، بقى عنده حاجه اسمها ادكشن او ديبندنس للمورفين. تمام؟ وهنعرف سببها كمان شويه. ماشي. يبقى الداركوتيك انالجيزكس ده دي مجموعه مسكنات بتيجي من اغلبها يعني او اول اكتشافها يعني كان ناتشرالي من النباتات يا شباب. اللارج دوز منها بيعمل دراوزنس وسيديشن، ولو اخدتها باستمرار فور برولونج ديوز هتخش في ادكشن اند ديبندنس، وجسمك بقى معتمد عليها اعتماد كلي، لازم اخد الدواء من بره، بقيت مدمن. بينما الانتي بايوتيك انالجيزيك مفيش الكلام ده خالص، عمرك ما شفت واحد اخد كميه كبيره من البنادول يا شباب بقى ماشي عمال يتطوح؟ لا، الكميه الكبيره قوي 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 من البنادول عديت ال 50 قرص، عديت ال 60 قرص، بيبتدي الليفر يحصل فيه تسمم. تمام؟ انما ما تلاقيش الدراوزنس ولا الكلام ده كله. والبرولونج ديوز من البنادول ده الناس اصلا البنات يعني هتلاقيها حاطه في الشنطه بتاعتها على طول بنادول او بنادول اكسترا. تمام؟ هتلاقيها على طول حاطه في شنطتها ايه؟ بنادول، ماشيه ببنادول اصلا. اقول لك ماشيه بعلاج. تمام؟ فانا بقول لك ان الاستخدام المستمر للانتي بايوتيك انالجيزيك ما بيعمليش ادكشن ولا بيعمل لي ايه؟ ديبندنس. تمام يا شباب؟ تمام يا دكتور. انا عايز بس اقول لحضرتك كلمه ناركوتيك دي جايه من ايه. كلمه ناركوزس، ناركوزس يعني حاجه زي دراوزنس او السيديشن، انهيبيشن شويه في السي ان اس. ولكن قديما كلمه ناركوس جايه من كلمه نيركسز. يعني ايه يعني يا دكتور؟ نيركسز هي الكلمه الانجليزيه بتاعت الشخص النرجسي. عارفين يعني شخص نرجسي؟ الشخص اللي بيحب نفسه، الشخص اللي بيفضل يتكلم عن نفسه كتير، صح؟ ده بنقول عليه ايه؟ شخص نرجسي. القصه وما فيها رجع احنا في الموديول ده هنلحد شويه. اجي اقول لك المورفين جاي من اله كذا، الهيروين جاي من اله كذا، تمام؟ فاحنا هنخش في شويه الهه اغريقيه كده، لا اله الا الله في اول الموديول كده يا شباب عشان نكون متفقين. ماشي. فانا بقول لك نيركسس ده كان صياد، فيتميز بالجمال الشديد جدا جدا جدا، وفي آلهة الجبال هيرا حبته، ماشي؟ فهو من كتر جماله يعني كان بيرفض اي حد يحبه، فجت آلهة رمد عليه لعنة، آلهة اسمها نيميس، ماشي؟ رمد عليه لعنة، اللعنة دي خليته يروح عند بحيرة معينة وفضل باصص لوشه في البحيرة، فاو كان اول مره يشوف نفسه يعني، فانبهر بجمال نفسه، ففضل لازق في البحيره عمال يكلم نفسه وياخد ويدي مع نفسه، وفضلت اللعنه ملازماه لعند ما مات على شط هذه البحيره، وظهرت مكانه نبته كانت تتميز بشكلها الجميل واللي هو لونها حلو يعني، نبته بنفسجيه كده سموها نبته الايه؟ النرجس. تمام؟ ومن هنا جت فكره الايه؟ الشخص النرجسي. فاللي بياخد الناركوتيك انرجيزيك يا شباب بيحصل عنده حاجه هتاخدها اسمها ديليوجن اوف جراندير. ايه ديليوجن اوف جراندير ده؟ اللي هو جنون العظمه. وبالمناسبه عليكم جزء كده في موديول السي ان اس اسمه سايكولوجي. جزء السايكولوجي ده السنه اللي فاتت كانوا قالوا لي يا دكتور محدش بيشرح سايكولوجي، محدش نزل لهم شرح سايكولوجي، فانا كنت عامل ريكوردات ايام النظام القديم للسايكولوجي، هبقى انزل لكم التشانل. المهم يعني فحاجه اسمها ديليوجن اوف جراندير اللي هو جنون الايه؟ جنون العظمه. ماشي. يبقى الناركوتيك بيعمل لي شويه حاجه اسمها ايه؟ ديليوجن اوف جراندير اللي هو جنون العظمه. ماشي، سيب الجزئيه دي.
خلصنا كده انواع الانالجيزك وعرفنا ان الانالجيزك نوعين. ناركوتيك جاي من كلمه ناركوزس اللي هو دراوزنس او سيديشن او جراندير اللي هو جنون العظمه اللي كان عند بالمناسبه عند فرعون يعني اللي كان بيقول ما علمت لكم من اله غير. تمام. نتكلم دلوقتي عن حاجه يا ريت تزودهم معايا، يا ريت تزود لي الجزئيه دي عندك. حاجه يا شباب اسمها الاندوجينوس اوبيويدز. يعني ايه اندوجينوس اوبيويدز؟ ما لا تعرفه او تعرفه مش متاكد، يعني ان جسمك بيطلع افيون طبيعي. جسمي بيطلع افيون طبيعي وهو من ضمن هرمونات السعاده. هرمونات السعاده اربعه زي ما حضرتك عارف: سيروتونين، دوبامين، اندورفين او اندوجينوس اوبيويد يعني، والاخير اسمه الاوكسيتوسين. ماشي. طيب فالاندوجينوس اوبيويد يا شباب تعتبر من هرمونات السعاده. مين هم الاندوجينوس اوبيويد؟ الاندوجينوس اوبيويد يا شباب ماده اسمها اندورفين وهي الاكثر شيوعا، دي اللي بتطلع بكميه كبيره يعني. في ماده اسمها داينورفين وماده اسمها انسفالين او انكفالين، مش هتفرق. ماشي. يبقى الاندوجينوس اوبيويد هم ثلاثه، يا ريت تكتبهم عندك، يا ريت تكتبهم عندك. الاندوجينوس اوبيويدز هم ثلاثه: اندورفين، داينورفين، وانسفالين او انكفالين. المواد دي بتطلع ليه؟ بقول لحضرتك في ناس بتحب تروح الجيم. ليه؟ بيقول لك ان انا لما بروح الجيم وبشيله وبتنطط وبلعب بحس بشويه سعاده بعد ما اخلص فتره الجيم. في ناس بتحب تلعب كوره، تمام؟ فليه؟ لان هي ساعه كوره وبترجع مبسوط والدنيا منشكحه مع انك راجع متكسر ومتدغدغ. ليه احساس السعاده بعد ما بتبذل المجهود ده يا شباب؟ لان انا لما ببذل مجهود في الجيم او في الكوره بحس بشويه الم اثناء بذل هذا المجهود. لذلك بيقول لك الايه؟ المتعه في الرحله مش في الوصول بس. انت بتفرح اثناء الوصول، لما توصل لهدفك انت بتفرح جدا. انا اتخرجت من الكليه يا لهوي، انت بتتكلم في ايه؟ بيقول لك المتعه في الرحله مش بس في الوصول. مش معنى بيقول لك عشان في الرحله انت بتقابل صعوبات وبتقابل الام، وطالما حصل الام كرد فعل من الجسم، الجسم بيبتدي يطلع مين؟ اندورفين او داينورفين او انسفالين. صح؟ انجفن، معلش انجفن. التلاته دول يا شباب لما بيطلعوا هم طالعين ليه؟ الجسم مطلعهم عشان هم مسكنات الام طبيعيه، انالجيزكس طبيعيه، ولكن لهم يوفوريك اكشن، لهم سايكيك اكشن، فهم طالعين عشان يسكنوا الالام ويسببوا لك بعض السعاده، فبتلاقي نفسك سعيد ومستريح. صح؟ فلذلك ده يفسر نظريات، ده يفسر انك بتشعر بالسعاده بعد مثلا ما تخلص لعب كوره، بعد ما بتخلص الايه؟ الجيم. تمام؟ طيب يبقى خلصنا اول جزء في المقدمه. تاني جزء يا شباب حاجه اسمها الاوبيويد ريسبتورز. اوبيويد ريسبتورز بيني وبينك الجزئيه دي تاخدش فيها وقت كبير، يعني شقلي بقلب ما تاخدش فيها وقت كبير، اظن كلامي واضح. ماشي. الاوبيويد ريسبتورز يا شباب عندي ثلاثه ريسبتورز، دي اللي بيشتغل عليها مجموعه الافيون. ماشي. اشهرهم على الاطلاق واهمهم على الاطلاق اول ريسبتور. اول ريسبتور يا شباب اسمه ميو ريسبتور. اسمه ايه؟ ميو ريسبتور. دي طبعا الحروف انا اسف الارقام الاغريقيه القديمه، ميو وكابا ودلتا، ميو وكابا ودلتا. ماشي. ميو وكابا ودلتا. يبقى الاوبيويد ريسبتورز يا شباب عندي ثلاثه ريسبتورز، ميو وكابا وايه ودلتا. طيب الديستريبيوشن بتاعهم، على فكره الديستريبيوشن مش بس كده، يعني هم مش موجودين بس في هذه المناطق، لا هنعرف. عندك ميو وكابا وايه ودلتا. الميو اشهر اماكن ليه فين؟ موجود على منطقه الثالاموس، والثالاموس زي ما حضرتك عارف هي منطقه المهاد. صح؟ منطقه كده موجوده في المخ، هنرسمها مع بعض ونشوف مكانها، وهتاخدها في الفسيولوجي وهتاخدها في الاناتومي، يعني نزهق منها. اللي انا عايزه انت اخدته في الفسيولوجي كان البين سنسيشن، كان بيبدا من عند النوسي سيبتور وبعد كده هيمشي في اسندنج تراكت لعند السباينال كورد البوستيرور هورن يعني، وبعد كده يطلع في تراكت. بس خد بالك ان التراكت ده لازم بيعدي على سكرتيريه المخ. سكرتيره المخ يا شباب بنسميها الثالاموس، انا بحب اطلق عليها سكرتيره المخ. ليه؟ اي حاجه رايحه للمخ، اي احساس رايح للمخ لازم بيعدي على منطقه الايه؟ الثالاموس، السكرتيره، قبل ما تخش للمدير لازم بتعدي عليها. فانا بشبه الثالاموس دي بسكرتيره الايه؟ المخ، بيعدي عليها البين سنسيشن يعني. طيب
الثلمس عندها ميو ريسبتور، والميو ريسبتور ده نوعه انهبيتوري. طيب البين سنسيشن طالع والميو ريسبتور قام جاي عامل انهبيشن في الثلمس، هل كده هيوصل للمخ احساس بالالم؟ لا. هل كده هيوصل للمخ احساس بالالم؟ لا. فاشتغل كه انالجيزيا. يبقى الميو يا شباب بيعمل لي انالجيزيا. الانالجيزيا دي لها اسم، اسمها سوبرا سباينال انالجيزيا. ليه؟ انا قلت لك انك ممكن توقف البين سنسيشن في ثلاث مناطق. اول منطقه عند الريسبتور نفسه، توقف شغل الريسبتور فمفيش اي امبلس هيتنقل، مفيش اي بين سنسيشن هيتنقل. مين اللي بيوقف عند الريسبتور؟ البنج الموضعي، لوكال انستيزيا. ماشي. في ادويه يا شباب بتشتغل على مستوى السباينال كورد، هنتكلم عنها. سباينال انستيزيا ماشي، هنتكلم عنها. تمام. طيب في ادويه بتشتغل على مستوى الثلمس، مين اللي بيشتغل على مستوى الثلمس؟ الاله بتاعتنا الناركوتيك انالجيزكس. ماشي. بتشتغل على مستوى الايه؟ الثلمس. فبنسميها سوبرا سباينال انالجيزيا، وبتشتغل ساعات سباينال. ماشي. سوبرا سباينال او سباينال ايه؟ انالجيزيا. وبرضه في منطقه الثلمس هنعرف ان في منطقه مسؤوله عن النوم واليقظه، منطقه اسمها الراس او الريتيكولار اكتيفيتنج سيستم. دي المسؤوله عن النوم او اليقظه، هي اللي بتتحكم في الدايورنال فاريشن بتاعك. ماشي. فهو بيعمل فيها انهبيشن. لما اعمل انهبيشن في حاجه مسؤوله عن النوم واليقظه هيحصل ايه؟ هيحصل نوم، هيحصل شعور بالنعاس، هيشعر هيحصل خمول وكسل سيديشن. تمام. يبقى الميو موجود على الثلمس هيعمل لي ايه؟ انالجيزيا، اتفقنا نوعها ايه، وبيحصل شويه ايه؟ سيديشن. بيعمل لي انهبيشن في المضله، والمضله زي ما حضرتك عارف موجود فيها فايتال سنترز كتير جدا. على فكره دلوقتي المخ يعرف ان هو موت في البرين ستيم، موت في جذع المخ. تمام. اللي هو الميد برين والمضله، جذع المخ اللي هو الثلاث مناطق المعروفه. تمام. البرين ستيم. تمام. طيب المهم المضله يا شباب فيها الفايتال سنترز المشهوره اللي حضرتك عارفها. فايتال سنترز كتير، اهمهم على الاطلاق الريسبيراتور سنتر، عندك الفازوموتور سنتر، عندك سنترز تانية كتير. ماشي. في المضله. طيب موجود على المضله دي ميو ريسبتور. انا لما اشغل الميو ريسبتور يعمل لي انهبيشن في المضله، فيحصل انهبيشن في الريسبيراتور سنتر. فخد بالك من اللقطه ان المورفين بيعمل انهبيشن في الريسبيراتور سنتر. المورفين بيعمل انهبيشن في الريسبيراتور سنتر. ماشي. بريفرال، موجود بريفرال بيعمل ايه؟ بيعمل كونستيبيشن. وخد بالك وركز بقى في اللقطه دي، لازم تكون عارف كويس جدا ان المورفين بيعمل كونستيبيشن. المورفين بيعمل ايه؟ كونستيبيشن، بيعمل امساك. خد بالك من اللقطه دي ان المورفين بيعمل امساك. ايه سبب الامساك وازاي بيعمل امساك؟ لسه هنشرح، بس لازم تكون عارف المعلومه نفسها ان المورفين بيعمل ايه؟ امساك. في ادويه هشتقها من المورفين، ادويه هشتقها من المورفين. الادويه دي يا شباب بستخدمها كانتي دايريال ايجنت. ادويه بما ان المورفين بيعمل امساك، انا هشتق الادويه دي من المورفين. هاخد بس الفكره بتاعت المورفين هو ازاي بيعمل امساك، وهشتق ادويه استخدمها كانتي دايريال عشان اعمل امساك. واحد عنده اسهال فانا هقوم جاي موقف حركه الامعاء بتاعته. تمام. ها. يبقى خد بالك من اللقطه ان المورفين بيعمل امساك بميكانيزم ما، لسه عشان اشرحه احنا لسه في المقدمه. طيب وبيعدل على افراز بعض الهرمونات زي هرمون الكورتيزون مثلا وهرمون الاستروجين وبعض الهرمونات الاخرى والادرينالين وبعض الهرمونات الايه الاخرى. تمام. طيب الكابا، يبقى خلصنا الميو اللي هو اهم ريسبتور. الكابا موجود فين؟ موجود في الثلمس، نوع انهبيتور وبيعمل انالجيزيا، وعرفنا نوع الانالجيزيا. موجوده على منطقه اسمها الليمبك سيستم، والليمبك سيستم ده يا شباب هو المسؤول عن السايكولوجي او النفسيه او البيهيفير بتاع الايه الشخص. نظريات برضه، نظريات بتقول ان الليمبك سيستم هو المسؤول عن الايه البيهيفير بتاع الجسم. فهو بيعمل لي انهيبيشن في الليمبك سيستم، وبيعمل لي ستيميوليشن في بعض المناطق في الليمبك سيستم. بيعمل لي انهيبيشن وشويه ستيميوليشن في بعض المناطق في الليمبك سيستم. المهم المحصله النهائيه ان هو هيكالم البيهيفيور، العيان هيكون هادي وسعيد، يوفوريا، بنسميها سايكومايميتيك اكشن او سايكيك ايه افت. ماشي. على مستوى البريفرال باكد لك برضو ان هو بيعمل لي كونستيبيشن، يبقى بيعمل لي كونستيبيشن عن طريق تو ريسبتورز، الميو والجاب. تمام. طيب الدلتا، الدلتا ريسبتور يا شباب موجود على الثلمس وموجود بريفرال. على الثلمس طبعا هيعمل انالجيزيا، وبريفرال هيموديوليت بعض الهرمونات. ماشي.
يبقى الاوبيويد ريسبتورز عندك ميو كابا دلتا ما تاخدش فيهم وقت كبير. انا اخدت فيهم وقت كبير كفرشه للي احنا لسه بنشرحها، تمام؟ وانت بتقراهم اقراهم كده حلو، مش عايز تقراهم مش مهم، ماشي؟ اعرف بس ميو كابا دلتا دول الايه؟ الاوبيويد ريسبتورز، ماشي؟ نيجي للرسمه، مهمه جدا 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 واهم حاجه في الصفحه الاولانيه. الرسمه دي الميكانيزم اوف اكشن، او ده ملخص الميكانيزم اوف اكشن بتاع المورفين. لازم تفهمه من على الرسمه دي، لازم تفهمه من على الرسمه دي. ملخص الميكانيزم اوف اكشن بتاع المورفين، ركز معايا، ويا ريت يعني يا ريت بعد ما اخلص شرح وقف الفيديو وانقل الرسمه دي معايا، ما تكتفيش بالرسمه اللي محطوطه عندك. انقل الرسمه دي معايا بنفس الكيفيه كده وهات الوانه جوانس، تمام؟ سمي الله وصلى على النبي ونبدا. سؤال نظري اهو، سؤال نظري هام جدا مش هيتفهم غير من على هذه الرسمه. سؤال نظري هام جدا، الميكانيزم اوف اكشن اوف المورفين، ازاي المورفين بيشتغل او ازاي الاوبيويدز عموما ايه بيشتغل. ركز كده معايا قبل ما نعرف المورفين بيشتغل ازاي، تعال نشوف السين ان اس ماشي ازاي، تمام؟ بقول لحضرتك ايه؟ بقول لحضرتك ان عندك في هنا منطقه اسمها الساينابس، ادي بري ساينابتك ميمبرين وادي بوست ساينابتك ميمبرين، كلام الف ب لواحد ما درسش اصلا طب قبل كده. ساينابس، بري ساينابتك ميمبرين، بوست ساينابتك ميمبرين، متفقين؟ متفقين، ماشي. المفروض الامبلس بيوصل، السيال العصبي وصل هنا، السيال العصبي طول ما هو ماشي عمال يدخل صوت ويحصل ديبولاريزيشن، ولما يحصل ديبولاريزيشن في هذا النيرف يا شباب، لما السيال العصبي يوصل هذه النهايات العصبيه وحصل ديبولاريزيشن فيها، بيزيد فيها ماده اسمها السايكليك اي ام بي. ادي السايكليك اي ام بي زاد في هذا النيرف. السايكليك اي ام بي ده لما بيزيد بيفتح لي قنوات الكالسيوم. قنوات الكالسيوم اللهم صل على النبي اتفتحت. فالكالسيوم دخل جوه النيرف. الكالسيوم لما بيخش جوه النيرف بيعمل لي ريليز للنيورو ترانسميترز اللي فيه. ده نيرف يا شباب بيطلع لي اكزايتاتوري نيورو ترانسميتر، بيطلع ايه؟ اهي اكزايتاتوري نيورو ترانسميتر اهو، اكزايتاتوري نيورو ترانسميترز. ادي الاكزايتاتوري نيورو ترانسميترز خرجت بره اهي وجت مسكت في الريسبتور بتاعها. الريسبتور ده بنسميه بوست سينابتيك ريسبتور لان موجود على البوست سينابتيك ميمبرين. يبقى تاني معلش نعيد، الامبلس وصلت زود لي السايكليك اي ام بي هنا. سايكليك اي ام بي لما بيزيد بيفتح قنوات الكالسيوم، كالسيوم دخل هيخرج اكزايتاتور نيورو ترانسميترز، الاكزايتاتور نيورو ترانسميترز جت مسكت في البوست سينابتيك ريسبتور. لما تمسك في البوست سينابتيك ريسبتور ده بتعمل ايه؟ البوست سينابتيك ريسبتور ده يا شباب زي ما حضرتك شايف مرتبط بقناه ايونيه اسمها الصوديوم شانل، ففتحت الصوديوم شانل فالصوديوم دخل جوه حصل ديبولاريزيشن يعني اكسايتيشن في النيرف اللي بعده وهكذا، وكده السيال العصبي ماشي في طريقه. مره اخيره وسريعه، الامبلس وصل زاد السايكليك اي ام بي، فتح قنوات الكالسيوم، كالسيوم دخل خرج لي اكسايتاتور نيورو ترانسميترز، الاكسايتاتور نيورو ترانسميترز مسكت في البوست سينابتيك ميمبرين، دخل الصوديوم جوه حصل ديبولاريزيشن. هسالك سؤال، الصوديوم ليه لما بيخش جوه الخليه بيعمل ديبولاريزيشن؟ من حلاوته؟ لا، من شحنته، لان الصوديوم يحمل شحنه موجبه، فلما بيخش بيزود البوزيتيفيتي جوه الخليه ما يسمى بازاله الاستقطاب او الديبولاريزيشن، تمام؟ طيب يبقى الديبولاريزيشن بيحصل ازاي؟ بزياده الشحنه الموجبه داخل الايه؟ الخليه. خليك مركز بس في الكلام. طيب ده الطبيعي اللي بيحصل. طيب انا لما اخد اوبيويد، لما اخد مورفين بيحصل ايه؟ بقول لحضرتك ان المورفين بيشتغل على الاوبيويد ريسبتورز بتاعته، الميو والكابا والدلتا، بس مين لي؟ الميو، ماشي. لما يجي يمسك في الاوبيويد ريسبتورز بتاعته هيعمل ايه؟ ادي مسك في اول ريسبتور اهو يا شباب، الريسبتور ده مش موجود على البري سينابتيك ميمبرين؟ يبقى نسميه بري سينابتيك ريسبتور، ماشي. يبقى الاوبيويد لما بيمسك في البري سينابتيك ريسبتور، البري سينابتيك ريسبتور ده يا شباب نوعه جي اي. يعني ايه يعني نوعه جي اي؟ يعني بيعمل لي انهبيشن في الادينايل سايكليز، وبناء على ذلك هيقل السايكليك اي ام بي. يبقى المورفين او الاوبيويد بيمسك في بري سينابتيك ريسبتور اللي نوعه جي اي،
لما يشتغل الريسبتور اللي نوعه جي اي هيقل السايكليك اي ام بي، هيقل السايكليك اي ام بي. طب لما يقل السايكليك اي ام بي قول، ها لما يقل السايكليك اي ام بي قنوات الكالسيوم مش هتفتح، فكده حصل كلوجر للكالسيوم تشانج، وبالتالي قول ها الكالسيوم ما عادش بيخش، وبالتالي حصل انهبيشن في الريليز بتاع الاكسايتاتوري نيورو ترانسميتر. اول نقطه نعيدها تاني، نعيدها تاني مهمه جدا. ادي الاوبيويد يا شباب او المورفين مسك في ايه ده؟ في بري سينابتيك ريسبتور. لما يمسك في البري سينابتيك ريسبتور هو نوعه ايه؟ نوعه جي اي. حصل انهبيشن في الادينوال سايكليز انزيم فقل السايكليك ام بي. لما السايكليك ام بي ده قل ايه اللي هيحصل؟ قنوات الكالسيوم قفلت، فالكالسيوم ما عادش بيخش جوه، فما عادش في ريليز للاكسايتاتوري نيورو ترانسميتر. تمام؟ فدلوقتي مفيش اكسايتاتوري نيورو ترانسميترز تنتقل وتنقل لي الانبوت، ماشي؟ فكده حصل انهبيشن في البري سينابتيك ميمبرين، ما عادش في اكسايتيشن حاصل. طيب لا يكتفي بذلك، الاوبيوتس او المورفين ما بيكتفوش ان هم بيوقفوا البري سينابتيك ميمبرين، لا ده بيشتغلوا على البوست سينابتيك ريسبتور كمان. يبقى احنا عرفنا الاكشن بتاعهم على البري سينابتيك ريسبتور. ليهم بوست سينابتيك ريسبتور، غالبا البوست سينابتيك ريسبتور بيكون ميو، ماشي؟ فبيشتغلوا على البوست سينابتيك ريسبتور اللي نوعه برضه جي اي. طب بيحصل ايه؟ بص كده، لما بيشتغلوا على البوست سينابتيك ريسبتور ده يا شباب بيقل السايكليك اي ام بي هنا برضه. لما يقل السايكليك اي ام بي هنا، بص بص بص، قنوات البوتاسيوم بتتفتح. قنوات ايه؟ قنوات البوتاسيوم بتتفتح يا دكتور. ده البوتاسيوم كان جوه الخليه كتير، فلما قنوات البوتاسيوم تتفتح هلاقي البوتاسيوم بيخرج لبره. بيحصل بوتاسيوم اي فلكس، البوتاسيوم بيخرج لبره. يبقى تاني، شغل المورفين على البوست سينابتيك ريسبتور بيؤدي الى ايه؟ فتح قنوات البوتاسيوم، اوبن للبوتاسيوم شانل. فلما البوتاسيوم شانل يا شباب تتفتح هيحصل ايه؟ البوتاسيوم هيخرج بره، بوتاسيوم هيخرج بره. هيترتب على ذلك ايه؟ افتكر اللي انا قلته. يعني ايه كلمه ديبولاريزيشن؟ ديبولاريزيشن حصل لما شحنه موجبه كان اسمها الصوديوم، بس شحنه موجبه، لما شحنه موجبه دخلت جوه الخليه حصل ديبولاريزيشن. دلوقتي انا بقول لك شحنه موجبه خرجت بره الخليه، يبقى هيحصل ايه؟ هيحصل هايبر بولاريزيشن، هيحصل حاجه اسمها ايه؟ هايبر بولاريزيشن. فخد بالك شغل الاوبيويد على البوست سينابتيك ريسبتور ايه اللي حصل؟ بقول لك قلل لي السايكليك ام بي، فتح لي البوتاسيوم شانل، البوتاسيوم خرج بره، حصل ما يسمى بالهايبر بولاريزيشن. الهايبر بولاريزيشن لاسم تاني اسمه اي بي اس بي. ايه ده؟ اي انهبيتوري بوست سينابتيك بوتنشال. انا عملت انهبيشن في البوست سينابتيك ميمبرين يا شباب، فبنسميه ايه؟ انهبيتوري بوست سينابتيك بوتنشال. تمام؟ اي بي اس بي. تمام؟ مكتوب عندك تقريبا، مكتوب عندك على رسمه. انقله بس اختصارا كده، مش ضروري تعرف ايه هو. اي بي اس بي، انهبيتوري بوست سينابتيك ايه؟ بوتنشال. طيب، احنا كده خلصنا اول جزء في الميكانيزم اوف اكشن بتاع المورفين. فاضل جزء صغير كده، ما ينفعش تنساه. لازم تكتبه. ركز بقى كده معايا. يبقى معلش معلش اخر مره نعيد، المورفين هيشتغل على ايه؟ بري سينابتيك وبوست سينابتيك. بري سينابتيك هيعمل ايه؟ هو نوع جي اي فهيقلل السايكليك ام بي. لما يقل السايكليك ام بي هقفل قنوات الكالسيوم، قنوات الكالسيوم هتقفل هعمل انهبيشن في الريليز بتاع الاكسايتاتوري نيورو ترانسميتر. من على الرسمه انت جبته. تمام؟ طيب بوست سينابتيك ايه؟ ميمبرين. على البوست سينابتيك ميمبرين مسك في البوست سينابتيك ريسبتور، عمل لي ايه؟ عمل لي اوبن للبوتاسيوم شانل، فالبوتاسيوم حصل له اي فلكس وخرج بره. ده يؤدي لايه؟ هايبر بولاريزيشن اللي هي اياها اي بي اس بي انهبيتوري بوست سينابتيك ايه؟ بوتنشال. ماشي. الاوبيويد برضه يا شباب بيجوا يشتغلوا هنا على مستوى اهو، بيجوا يشتغلوا هنا على مستوى الموصل والبيزوفيل. موصل وبيزوفيل مش دول بتوع الحساسيه؟ بيحفزوا الماس سيل والبيزوفيل يا شباب ان هم يبتدوا يطلعوا كميات كبيره من الهستامين. يبقى المورفين بيطلع مين؟ هستامين من الماس سيل والبيزوفيل. ماشي. فادي الاوبيويد دخلت على الماس سيل والبيزوفيل خلتها او حفزتها ان هي تطلع
هيستامين. الهيستامين ده لما بيخرج بيحصل ايه؟ حضرتك عارف الاكشن بتاع الهيستامين. الهيستامين بيعمل ايه غير ان هو بيهز في الهيست؟ الهيستامين بيعمل ايه؟ فازو دايلاتيشن، بيوسع وعاء، وسع وعاء فازو دايلاتيشن ويضيق قصبه، صح؟ اشهر تو اكشنز ليه، بيعمل لي فازو دايلاتيشن فيؤدي الى احمرار في الجسم وسخونيه كده في الجسم وجسمك بيبتدي يدفى، وبرونكو سبازم يعني كده برونكو سبازم ضيق في القصبه الهوائيه. ماشي، خد بالك بقى من اللقطه دلوقتي، المورفين لما باخده بيعمل برونكو سبازم وانهبيشن في الريسبيراتوري سنتر، ينفع عيان ازمه ياخد مورفين؟ لا لسه انش، بس انا بقول لك بس كده يعني ايه حاجات تحابيش كده لسه ما بدأناش. ماشي، يبقى بيطلع هيستامين. الهيستامين اللي بيخرج ده يا شباب بيعمل لي رقم 1 فازو دايلاتيشن، رقم 2 برونكو سبازم، دول مشاهير قوي بالنسبه لي. الهيستامين يا شباب بيندوس حاجه اسمها الاتشنج. ايه الاتشنج دي؟ الاتشنج اللي هي الهرش. حضرتكم يعني والله مشهوره جدا حتى في الافلام، افلام المدمنين الكلاسيكي استاذ عادل امام والاستاذ يوسف لما كانوا مدمنين كانوا بيعملوا ايه؟ بيفضلوا يهرش. المدمن الطبيعي في الافلام المصريه لازم يهرش كده لازم يفضل يعمل كده، هنعرف ليه بيعمل كده وليه بيهرش، بس ليه بيهرش؟ عشان الهيستامين. ليه بيعمل كده لسه هنعرفه. ماشي؟ يبقى ايه؟ اتشنج. اتشنج ليه يا شباب؟ ماشي عمال يهرش، ليه؟ الهيستامين زايد عنده، حتى الاستاذ يوسف كانت بتجيب شعرها من فوق لتحت كده، تمام؟ ماشي، يبقى اتشنج. اخر نقطه بيعمل حاجه اسمها ويل فورميشن، بيبتدي يا شباب يظهر نتيجه الفازو دايلاتيشن يعني بيحصل شويه إديمة والمنطقه بتحمر، فبيظهر عنده بطش حمراء كده في جلده متفرقه، ماشي؟ فبنسميها ايه البطش الحمراء المتفرقه دي؟ بنسميها ويل فورميشن. ويل عشان بتكون شبه زي ما قلت لك العجله بتاعت الايه؟ بتاعت العربيه الكارو، البطشه كلها حمراء وفي النص كده بيل، في النص كده بتلاقيها بيل، بنسميها ايه؟ بنسميها ويل فورميشن، تمام؟ يبقى الهيستامين لما بيخرج، زود لي النقطه دي مش مرسومه عندك، انا قلت لك ارسم لي دي عندك، اتصرف ورسمها. فالهيستامين يا شباب لما بيخرج من المصل سيل بيعمل لي اربع اكشن، وسع وعاء ضيق قصبه، فازو دايلاتيشن وبرونكو سبازم، مشاهير قوي. بس ما تنساش خالص كلمه اتشنج، لان ده كان سؤال بينزل ايام النظام القديم كنا بنسال فيه في الشفوي، كان بينزل لنا سؤال اكسبلين بما تفسر او علل، يقول لك بما تفسر بيحصل اتشنج مع المورفين، تقول له ليه؟ لا عشان المورفين اشتغل على المصل سيل طلع منها هيستامين والهيستامين بيعمل اتشنج. كلمتين بالظبط خدت درجه، يعني كان سؤال الاكسبلين بالظبط. المهم فبيحصل ايه؟ اتشنج ويل فورميشن. في اي مشاكل يا شباب؟ ان شاء الله مفيش مشاكل، اوعى تنسى من السبوره دي الميكانيزم اوف اكشن هو اهم حاجه، واوعى تنسى من السبوره دي ام سي كيو في غايه الاهميه والخطوره يا ابني، ان المورفين بيطلع هيستامين، تمام؟ نمسح السبوره ونرجع لبعض تاني. بالنسبه للصفحه بتاعت الكلاسيفيكيشن بتاعت الناركوتيك انالجيزكس، هي الصفحه دي اسماء فقط، ان شاء الله كل الادويه دي هناخدها، عايز تذاكرها دلوقتي شغال تسيبها للاخر برضو شغال، هي صفحه جاست بس فور ام سي كيو، مش هينزل لك سؤال الكلاسيفيكيشن. اهم كلاسيفيكيشن عندي واهم كلاسيفيكيشن بينزل فيه الام سي كيو هو الكلاسيفيكيشن الثاني اللي هو اكوردنج تو الاكشن. اللي انا عايزه في الاكوردنج تو سورس او النيتشر هقوله لك، ركز كده معايا. احنا بنقسمهم الاول التقسيمه المبدئيه عباره عن ايه؟ بنقسمهم الى ادويه ناتشرال جايه من النبات انا ما عدلتش عليها خالص، طيب، وادويه سنسيتك. الادويه السنسيتك ادويه ما شمتش ريحه النبات، ده مصنعه في المعمل من الالف للياء. طيب في ادويه اسمها سيمي سنسيتك، يعني ايه؟ يعني انا جبت جزء من النبات، اشتقيت جزء من النبات واشتغلت في المعمل، عدلت على تركيبه الكيميائي. ركز كده معايا فيها، النيتشرال من النبات. انا مثلا المورفين اهو ده جزء نيتشرال، جبت المورفين وعدلت عليه وحطيت عليه جزيئين مصايل عشان يطلع لي ما يدعى بالهيروين، فانا جبت جزء من النبات وعدلت عليه في المعمل ليتكون عندي حاجه اسمها سيمي سنسيتك كومباوند. طب السنسيتك ده من الالف للياء في المعمل، مين هم اللي يهموني في هذا الكلاسيفيكيشن؟ يا ريت تكتبهم لي على جنب كده معايا. بص كده، في ادويه مشتقه من المورفين بتشتغل كانتي تصف. يعني ايه كلمه انتي تصف؟ يعني مضاده للكحه او بتعالج الكحه الناشفه.
ادويه اوبيويدز بتعالج الكحه الناشفه، خدناهم على فكره في موديول الريسبيريشن بس عادي. بص كده جمعهم لي كده بس مع بعض. اول دواء اسمه الكودايين وهو اشهر الادويه ودلوقتي موجود جدول. تاني دواء يا جماعه اسمه ناركوتين، وتالت دواء اسمه ديكستروميثورفين. دي ان ديكستروميثورفين تمام. يبقى الكودايين، ناركوتين، والديكستروميثورفين. ايه الفرق، الفروقات ما بينهم؟ ان الكودايين والناركوتين دول ناتشرال، انما الديكستروميثورفين ده سينثيتك وسيلكتيف. يعني ايه الكلام ده؟ هنشرحهم. سينثيتك جاي مصنع يعني، وسيلكتيف يعني بيروح يوقف حاجه اسمها الكوف سندر فقط في المخ. طب هنحفظهم ازاي يا دكتور؟ بقول لك الانتي تصف بيوقفوا الكوف سنتر او الكاف سنتر، سي او كاف سنتر ماشي. فده اسمه الكودايين في السي او، ناركوتين في السي او، الدواء ده اسمه ديكستروميثورفان، مختلف شويه لانه سينثيتك وسيلكتيف. في دواء يا جماعه اسمه نارسيتين، خد بالك فرق ناركوتين ونارسيتين، الفرق بينهم السي اي اهي. فالنارسيتين ده اللي بيعمل لي سيجارز، بيعمل لي تشنجات وبيعمل لي كونفولجنز. طيب ده من ضمن عيوبه الجانبيه، ركز بس كده معايا. يبقى الناركوتين ده اللي بيوقف الكوف سنتر، نارسيتين ده اللي بيعمل لي السيجرز. دي اهم امسكات بتنزل يا شباب. طب مين هما الانتي دايريال اوبيويدز؟ احنا اتفقنا واحنا بنشرح في الريسبتورز من شويه ان الريسبتورز ممكن لما تشتغل تعمل لي كونستبيشن، ولسه نشرح الكونستبيشن اللي بيحصل ده ان ديتيلز تمام. طيب فانا قلت لك ان ممكن يحصل كونستبيشن اللي هو امساك، فانا ممكن اعالج بهذه الادويه الدايريه اللي هو الاسهال. مين هي الادويه دي يا شباب اللي بتستخدم في علاج الدايريه؟ دوايين، واحد اسمه لوموتايل والتاني اسمه لوبرامايد. الاشهر على الاطلاق هو هذا الدواء اللي اسمه لوبرامايد ماشي. يبقى الانتي دايريال ايجنت في لوموتايل ولوبرامايد، لازم تحفظ الاسمين التانيين. اللوموتايل اسمه التاني دايفين اوكزيليت وهو الاهم. يبقى الانتي دايريال اوبيويد لوموتايل ولوبرامايد، اللوموتايل اسمه التاني دايفين اوكزيليت، اللوبرامايد اسمه الثاني ايموديوم ماشي. يبقى اللوموتايل اسمه الثاني دايفين اوكزيليت، واللوبرامايد اسمه الثاني ايموديوم. مش عايز تحفظ الايموديوم ده شغال تمام، ده اسمه تجاري. يبقى الانتي دايريال ثاني لوموتايل واللوبرامايد، اللوموتايل اسمه الثاني دايفين اوكزيليت واللوبرامايد. اهو في اي مشاكل لغايه دلوقتي؟ لا، دول اللي انا عايزهم في الاول كلاسيفيكيشن. نقرا بس الكلاسيفيكيشن مع بعض. عندك الناتشرال بنقسمهم الى حاجه اسمها فينافرينز وبنزايل ايزوكينيلين، فكك من التقسيمه دي مش عايزها ماشي، ناتشرال وخلاص. الناتشرال عندك المورفين وعندك الكودايين. يا دكتور انت مغير اللون ليه للون الازرق؟ لان ده انتي تصف يا معلم، ده الكودايين. طب البنزايل ايزوكينيلين ناركوتين، مغير لونه للازرق لانه انتي تصف يا معلم. وعندك النارستين ده اللي بيعمل السيجرز، والبابافيرين لسه هنتكلم عنه. طيب سيمي سينثيتك عندك هيروين، دواء اسمه ابومورفين والترامادول او التامول تمام. طب السينثيتك في دواء اسمه الميبريدين، فنتانايل، ديكسترو بروبيكسيفين وديكستروميثورفين. دي ان برضه ديكستروميثورفين ماشي. الديكستروميثورفين ليه مغير لونه للازرق؟ لانه انتي تصف يا معلم. عندك دواء اسمه الميثادون، والاثنين اللوموتايل واللوبرامايد. اللوموتايل اسمه الثاني ضيف موزليت، واللوبرامايد اسمه الثاني الايموديوم. مغير لونهم ليه للون اللبني كده يا دكتور؟ لان هم انتي دايريال ايجنت ماشي. طيب اكوردنج تو الاكشن، التقسيمه دي مهمه ماشي. بيور اجونست، كل دول كل اللي فوق دول بيور اجونست. انا كتبت لك بس مثالين، دواء اسمه المورفين والثاني اسمه الايه؟ الكودايين ماشي. دول كل اللي فوق دول بيور اجونست ماشي. طيب في عندك حاجه اسمها بيور انتاجونست، احنا اتفقنا الاجونست هيشغل الريسبتور بنسبه 100%. طب الانتاجونست ده هيعمل بلوك للريسبتور والريسبتور مش هيشتغل خالص اطلاقا. مين هما؟ الدواء ده اهم جدا 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 جدا، اسمه ايه؟ النالوكسون. خد بالك ان اشهر حقنه تعكس شغل المورفين هي النالوكسون. يبقى خد بالك لو انا عايز اديت مورفين والاكشن ده انا مش محتاجه مش عايزه، حصل تسمم من المورفين، هعالج ازاي؟ بتدي الايه؟ النالوكسون. خلاص يا شباب، اسمها ايه؟ نالوكسون.
الحقنه الثانيه اسمها نالميفين والنالوجزون، والنالميفين هما الاثنين شبه بعض، بس النالوجزون بيشتغل اسرع فترته صغيره، نالميفين بيشتغل متاخر بس فترته طويله. المهم يعني الاثنين حقن. التركيه كلها في النال تريك زون، اكتب كده جنبه تريك يعني خدعه. ليه بقى؟ دول بيور انتاجونست، انا ادويه هتعالج شغل المورفين هتوقف شغل المورفين. دواء اسمه نالوجزون، نالميفين، ونالتريكزون. التريك فين؟ في التريك زون. يبقى التريك في التريك زون. ليه يا شباب؟ الاثنين اللي فوق دول بيتاخدوا حقن، انما النالوجزون هو الوحيد اللي بيتاخد اورال، والكلمه دي كلمه محوريه هتفهمها واحنا بنشرح المورفين. ثبت بس الكلام اللي انا بقوله لك دلوقتي. يبقى البيور انتاجونست نالوجزون ونالميفين، الاثنين دول بارنترال بيتاخدوا انتروفينس او انتراماسكولار، ماشي؟ طيب النال تريك زون ده اللي فيه الخدعه، ده اللي فيه التركايه، ده اللي بيتاخد اورال. مهمه. طيب في حاجه اسمها ميكسد اجونست انتاجونست، يعني ادويه مخلطه، شويه تشغل وشويه توقف الريسبتور، هنفهمهم بالتفصيل الممل ان شاء الله لما نشرحه. عايزين نحفظ اسمائهم، معلش تعالى نفسك، هي تحشيشه قذره شويه بس معلش تعالى نحفظهم. بقول لك ايه؟ بنت النايب بيتر بيبني، معلش اكتبها، معلش انا اسف، تفهم مغزاها او معناها بعدين. بنت النايب بيتر بيبني. بنت اسم الدواء بنتازوسين، النايب اسم الدواء نال بيوفين، بيتر بيوتيروفينول، بيبني بيبري نورفين. بنت النايب بيتر بيبني، بنت بنتازوسين، نايب نال بيوفين، بيتر بيوتيروفينول، بيبني بيبري نورفين. التقسيمه دي مهمه جدا يا شباب، بتنزل كتير في الام سي كيو، يجيب لك مثلا بنتازوسين شغله ايه، بيور اجونست ميكسد اجونست انتاجونست ولا بيور انتاجونست. طبعا ان شاء الله مع المخطط ده، المخطط ده هيفتح نفسك على المذاكره او هيفتح دماغك وانت بتذاكر مش عارف، بس نخش بقى بعد كده في المخطط.